بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعل الذكرى سيذكر من يخفى ويتجنب النصرى الذي إذا نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى هدف له من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إنها وان في صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
والشمس والدهاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقضى وحده بتقواها إن أتقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا باها. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم.